انا عاوز اسافر، ودوني البحر. فندقنا النهارده اللي راحوا السنه اللي فاتت مش زي اللي راحوا السنه دي. انا واقف في عرضك يا سعاده الباشا عشان تدلني بقى على الموضوع ده. اروح اغير جو واشوف الفيش. هنشوف النهارده اكبر واجدد اكوا بارك في خليج سوما في طريق الغردقه سفاجه في منتجع موفان بي سوما بي. عندك سلكه دي اتش ال اف اكس ان ديت بثلاث سلوك، سلكه حمراء سلكه زرقاء سلكه قطر، وبعدين نوصلها على اي تلفزيون ونقعد نتفرج انا وانت ونشوف الموضوع ايه بالظبط. اوزع في الميه، اوزع ملك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومعاكم من جديد وعلى بلد الحلوه والدين. ركب العوامه ودوني. معلش زي ما تعودنا نتعرف مع بعض على التفاصيل مميزات والعيوب بالترتيب: الريسبشن، الاكوا بارك، حمامات السباحه، والبحر والشاطئ، والمطاعم والغرف وفيوهات الغرف، والحفلات والترفيه، والتقييم وموقع الفندق والاسعار. ما شاء الله عليك يا باشا، عليك سرعه مدينه تتحسد عليها والله العظيم. وقبل ما نبدا يا ريت تساعدونا بالاشتراك واللايك الجميل، ويلا بينا. الريسبشن واسع وكبير وفي اماكن مريحه للجلوس، بس انا لاحظت حاجه ان الاماكن بتاعت الجلوس قليله على مساحه الريسبشن ده. ومن المميزات هناك في الريسبشن ان في واي فاي مجاني، وده مش في الريسبشن بس، في جميع انحاء الفندق وكمان في الغرف. في هناك بقى بار بيقدم مشروبات سخن وساقع طول اليوم. ومن الحاجات اللطيفه ان بيستقبلونا طبعا بمشروب استقبال ضارين فوط صغيره ومسقعينها عشان الحر. لا مفيش درع تاني بقى. وصلنا الاكوا بارك، وهو ده الجديد في الفندق اللي جددوا السنه دي، وهي اجدد واكبر اكوا بارك في سوما بي، ولسه مضافه حديثا للفندق. ومن عيوبها ان هي خارج الفندق، يعني لازم نعدي الشارع ونخرج من باب الفندق وندخل من باب الاكوا علشان نبدا نلعب في الالعاب الجميله. لكن الاكوا جميله جدا وفيها مجموعه من الالعاب مختلفه، جزء منها للاطفال الصغيرين خالص ممتعه وحلوه قوي، وفي جزء للاطفال الاكبر سنا، وفي جزء للكبار، وفي كمان جزء بقى لمحب المغامره. والاكوا عباره عن ادوار، كل دور بيبقى فيه مجموعه العاب من الالعاب دي، وكمان فيها لعبة الصاروخ الخطيرة. لا تاني، معلش معلش. وكمان فيها لعبة الصاروخ الخطيرة. والمكان بتاع الاكوا ده موجود فيه حمام سباحة بعيد عن العاب الاكوا، لو اللي حب يعوم يعني من غير ما يلعب في الاكوا. وكمان في مطعم بيقدم مشروبات ومأكولات، المأكولات زي البيتزا والبرجر والبطاطس محمرة ومكرونة وايس كريم، وده تسهيلا لاني صعب وقت الراحة بتاعت الاكوا ان نرجع للفندق نتغدى وبعد كده نرجع تاني نكمل الاكوا. صعب فعلا ورخمة بقى، يعني تفضل تطلع وندخل. بس هناك بقى في عيب بقى، هناك العيب ده مضايقني قوي، ان الشزلونجات هناك والكراسي قليلة على المكان الجميل الكبير ده، فنفسنا ان هم يحسنوا الموضوع ويزودوا شزلونجات عند المكان. بالنسبة لحمامات السباحة، في ثلاث حمامات سباحة بأعماق مختلفة، واحدة كتشيمين واحدة كتشيشمان، وفي كمان حمام سباحة للأطفال. بس برضو من العيوب ان الشزلونجات برضو قليلة، والمظلات اللي عليها برضو قليلة، مش عارف وقع في حظ انا الموضوع ده. لكن البسين بتنظف بشكل دوري ونضيف جدا، وكمان في حمام سباحة بيدفق في الشتاء. يا ابن الايه. وصلنا دلوقتي لوقت البحر والشاطئ والبلبطة. الشاطئ من اجمل الحاجات هناك عموما في خليج سوما، الشاطئ رملي مع العلم بوجود مد وجزر طبعا في المنطقة، ومية البحر شفافة جدا جدا جدا، اكنك باصص في مراية. لا تاني، معلش معلش. انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. البحر منسوب البحر فيه قليل لمسافة، وبعد كده بيبدأ المنسوب المية ترتفع تدريجيا لحد ما نوصل لمكان نقدر ان احنا نعوم من خلاله. هناك المارينا اللي هناك جميلة جدا ورائعة، ممكن من خلالها تنزل في الاخر كده بتعمل سنوركلينج او دايفنج. وخلال بقى وانت ماشي على المارينا في اماكن للجلوس في الطريق للراحة لانها طويلة جدا. والشزلنجات على الشاطئ حواليها حواجز خوص، وده طبعا بيضيف شيء من الخصوصية. في هناك بقى رياضات بحرية جميلة والعاب مائية، ده غير بقى ركوب الخيل والجمل
وهناك بقى الجديد البيتش باجي. في هناك بيتش باجي وفي قاعده بدويه تحت خيمه كبيره كده معموله برضو بالخوص والقش دي على الشاطئ. رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. وبالنسبه للمطاعم في مجموعه مطاعم، منها اول حاجه المطعم الرئيسي وده طبعا بيقدم الفطار والغدا والعشاء اوبن بوفيه. اللي انا شايفه يا جماعه اللي احنا بنروح عشان ناكل بس، اكل هناك يعني ليل ونهار الواحد زي من كتر الاكل. الفرصه ما بتجيش للانسان غير مره واحده بس. من الجميل بقى في الفطار ان في ركن خاص للوافل والبان كيك والكرواسون. في العشاء بقى بيتميز بالمشويات الجميله، وبيبقى عاده العشاء ده متنوع اكتر من الغدا في كل الفنادق. والاكل متنوع وتست الاكل حلو، بس طبعا الاكل اذواق بيختلف عليه الجميع. في جزء مخصص للاطفال وفي كراسي وترابيزات للاطفال، واقدر اخد الطبق بتاعي اروح اغرف لنفسي بعد كده ارجع في الترابيزه بتاعتي. شكرا. المطعم الايطالي، الطليان هناك هيدلعونا قوي، ولسه كمان اللبناني يعني ايه مش هنخلص. المطعم الايطالي بيقدم في الصبح سناكس، بيتزا وبطاطس محمره ومكرونه وسندوتشات سوسيس وايس كريم، ده سناكس نهار ابيض. في المساء بقى بيقدموا اكل ايطالي للعشاء، حاجات خفيفه كده يعني ايه صينيه مكرونه بشاميل ولا حاجه، وده بيكون بالحجز طبعا. المطبخ خلي بالكم الحته دي لازم نحجز الاول من خلال الريسبشن في المطاعم دي. وفي مطعم الالاكارت ده بقى فيه مكان لللبناني والصيني والمنغولي، بيقدموا العشاء برضو بس بالحجز مسبقا، وبيكون مصمم على التراث العربي اللبناني. وبالنسبة للجزء اللبناني ده المكان ده مميز قوي هناك، بيعمل أجواء لبنانية، وكمان اللي شغال هناك شيف لبناني فعامل الحاجة يعني على أصلها، وبيقدم مشويات وميكس جريل، وبتتقدم كمان على الترابيزات بشواية. مش واخد بالي، ده مؤاخذة. هتاكل من دي ولا من دي؟ هاكل من دي. وانا هاكل من دي. في معلومة مهمة جدا، انت ليك فترة اقامتك ان انت تحضر في مطعم من المطاعم دي مرة واحدة بس للعشاء. ايه الظلم ده، مرة واحدة بس، لكن بعد كده في المطعم الاوبن. وصلنا للغرف وفيوهات الغرف، عايزين نريح بقى. الغرف هناك بتتميز ان كلها الفرش بتاعها باللون الفيروزي الجميل. الحمام بقى عيشه هناك. الحمام متقسم ايه، جزء بيه حدوش وجزء فيه التواليت وجزء فيه الدش، وبيفصل بين كل جزء وجزء حاجز زجاجي، يعني انت ممكن تبقى انت في الدش وابنك في التواليت، كلكم تقعدوا جوه الحمام عادي وتبقى الدنيا زي الفل. والغرف كمان منظمه ومنسقه ونظيفه، وفيها شاشة وتلاجة صغيرة وكاتل وشاي ونسكافيه وسكر ومية. فيوهات الغرف هناك جميلة، معظمها بيشوف حمامات السباحة او الحديقة، في بعض منها بيشوف البحر بس من بعيد، لان المباني اصلا زي ما انتم شايفين كده بعيدة شوية عن البحر، والمباني هناك فيها اسانسير طبعا. ما اكبر عليك، ايه الحلاوة دي. وصلنا دلوقتي للحفلات والترفيه. اروح اغير جو واشوف الفيش. الصبح بيكون في فريق الانيميشن، وبالليل بيكون في شو للاطفال جميل جدا، وفي كمان حفله للكبار بتبقى على المسرح بعد العشاء، وبيكون في كمان فون بارتي، دي بتبقى يومين في الاسبوع يوم السبت والثلاث، بتبقى على البسين اللي عند الاكوا. ده فون بارتي ده بقى دار. عاوز في المية، عاوز اعمل فيش. في منطقة العاب للاطفال بتبقى جميلة قوي، وفي هناك ملعب كرة قدم وملعب تنس، وفي جيم مجاني، وفي كمان جاكوزي وسبا بس ده بيكون بمبلغ اضافي، وفي بقى رحلات سفاري للجبال. وصلنا دلوقتي للتقييم وموقع الفندق والاسعار. الفندق عموما هادي جدا والاستاف محترم في التعامل، بس المشكلة ان العمالة قليلة شوية، فده بيأثر طبعا على الخدمة المتقدمة في المكان. طبيعي. برضو الاكوا خارج الفندق، لازم اطلع من باب الفندق وادخل من باب الاكوا، فده ممكن يبقى ميزة وعيب. العيب طبعا ان انا بطلع وبدخل وده فيه تعب.
الميزة ان هو محافظ على هدوء الفندق زي ما هو. وبرضو من العيوب اللي برضو اخدنا بالنا منها نقص الشيزلونجات والمظلات عند الاكوا وعند حمامات السباحة، والقعدات في الريسبشن قليلة. برضو الخدمات هناك بعيدة عن بعض بسبب ان المباني قريبة من الريسبشن وبعيدة عن البحر، يعني في مسافة كبيرة بين الغرف والبحر والاكوا برضو. لكن في العموم الفندق جميل جدا ونضيف والاكل حلو، لكن من عيوبه كمان ان هو بيبقى بعيد عن اماكن الفسح، لان الفسح كلها في الغردقه، بس هم معوضين ده بفقرات جميله بيقدموها. موقع الفندق في طريق الغردقه سفاجه، بيبعد عن مطار الغردقه الدولي حوالي ساعه. الاسعار زي ما انتوا عارفين بتختلف من موسم للتاني، بنقدر نعرفها من خلال مواقع حجوزات الفنادق زي booking.com، بنكتب التاريخ اللي احنا عايزين نروح فيه والعدد وهو بيحسب لنا الرقم كام، او من خلال شركات السياحة ساعات بيعملوا عروض كويسة، او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او التواصل مع الفندق مباشرة. السعر دلوقتي لليلة الواحدة الفردين، خلي بالك لسه جايبهم على الموقع بوكينج، 4114 مش 15، 4114. جنيه غير الضريبة المضافة بتاع 340 جنيه، اقسمهم من 17000 هيطلع حسابك. ويا رب نكون افدناكم، ويا ريت تسعدونا بالاشتراك وعلى بلدي الحلوة والدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودوني معلش ما تنسوش تفعلوا الجرس يا حبايبي. باي.